طبعا طريق الكباش كان عبارة عن طريق مطموس تحت الأرض، ده كان ما يربط بين معبد الأقصر ومعبد الكرنك. كل التماثيل كانت مطمورة، بدأ الكشف عنها بعد سنة 1949، لكن أهم مشروع أثري تم في عهدنا من 2005-2011 واستكمله الدكتور مصطفى وزير والدكتور خالد العلاني دلوقتي، وأصبح أنت عندك يعني أكثر من 1000 تمثال موجود، لكن ما فيش في بعض التماثيل غير كاملة.